قصيرة على الدكتور لأن الوطني مدينة فاس في وقت معنا أيام يعني ماشي يوم هي أيام في سيارة ديال التكوين ديال الموتور ديالنا من صايفين وراحلين اللي هي كنشكركم عليها كنشكركم على النصائح ديالكم القيمة اللي هي كتحط في إطار ديال النصائح ديال الطريقة ديال العمل ديالنا سواء منها تقنية اللي كنشكركم حتى على المسائل التقنية لأن كنتم المسائل التقنية تفرق عليكم اللي هي مهمة بالنسبة للأمن الأمن ما غاديش ننتهي ونعاودها كل سنه ان شاء الله باش كيبقى داك التواصل ما بيننا وبين ما بين الاداره العامه الوطني بشخص ديال الولايه ديال المنافس والهدف ديالو هو رفع المستوى ديال العمل ديالنا يوميا وهاد الايام التاسيسيه ديال التكوين هي ماشي غير خاصه بالشركه يمكن حتى هي كتكون في اطار ديال التاسيس ديال المواطنه ديال السائقين وديال المراقبين ديالنا كنشكر الأخت فاطمة الزهراء على الكلمة ديالها بالنسبة للعضو النسوي اللي هي هما خوتنا هما عيالاتنا هما والدينا هما لي بارون ديالنا إذا كنشكركم على هذا الاهتمام هذا ومرة أخرى كنتمنى لكم أيام التكوين إن شاء الله يكون تستافدوا منه بزاف لأنه هاد الفرص هادو بحال هادو نحاول نستخدم الماكسيموم فيه الدورة التكوينية لأن كما قلت ماشي هي غير خاصة للرفع ديال المستوى ديال الشركة يمكن تلاقي في الإطار ديالنا حنايا كتكوين شخصي كيعطي واحد القيمة مضافة لنا كتكوين شخصي بالنسبة لنا الجميع. أخر فوا بوغ ميرسي بارك الله فيكم وشكرا على هذا.